السلام عليكم، معكم علي، اهلا وسهلا بكم درسا جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن اف كونديشنال، يعني اف الشرطيه. تحدثنا في فيديو سابق عن زيرو كونديشنال، وقلنا اف بمعنى اذا او عندما. اللي يحب يرجع الفيديو زيرو كونديشنال. في هذا الفيديو نتكلم عن فيرست كونديشنال، النوع الثاني من اف الشرطيه. كما قلنا لدينا أربع أنواع، درسنا النوع الأول، اليوم نتابع النوع الثاني من الجمل الشرطية أيضا بمعنى إذا، وهذا يتكلم عن المستقبل، شيء ممكن حدوثه في المستقبل، ممكن يحدث ممكن لا يحدث، لكن في إمكانية لحدوث هذا الشيء. أيضا كما قلنا بيكون عندنا F عبارة F، ويكون عندنا أيضا عبارة أساسية، هي جملة مقسومة إلى قسمين، كما قلنا فعل الشرط وعندنا جواب الشرط. كما في اللغة العربية لدينا جملة الشرط، جملة الشرط مكونة من جزئين، فعل الشرط وجواب الشرط. متى نستخدم النوع الأول من conditionals؟ To talk about possible future events which depend on other future events، يعني نتحدث عن أحداث مستقبلية ممكن حدوثها التي تعتمد على أحداث مستقبلية أخرى. كما قلنا يكون عندنا F، في عندنا جملة، بعدين يكون عندنا فاصلة، وبعدين بيكون عندنا جملة. إذا هذا شكل الجملة، ونضع بالأخير أو بنهايتها نقطة. العبارة الأولى هاي نسميها F close، يعني عبارة F. الجملة الثانية نسميها main close، العبارة الثانية نسميها main close. لاحظ If you exercise you will lose weight، يعني إذا تتمرن ستخسر أو ستفقد وزنك أو من وزنك. لدينا حدثين مستقبليين، أحدهما يعتمد على آخر. كيف أخسر وزني؟ عندما أتدرب أو أتمرن. الحدث الثاني يعتمد على الحدث الأول. إذا لاحظ If you exercise you will lose weight. إذا لدينا حدثين مستقبليين، عندنا F بيكون عندنا مضارع بسيط، بيكون عندنا will والفعل بالتصريف الأول. بعد هذه الفقرة نشوف تركيب هذه الجملة. من المهم جدا معرفة شكل هذه الجملة. كما قلنا هي عبارة عن جملة مقسومة إلى قسمين. القسم الأول نسميه if close، يعني عبارة close، يعني فعل الشرط. إذا عبارة إذا أو فعل الشرط. بيكون عندنا main close عبارة رئيسية نسميها جواب، إذا نسميها جواب الشرط. بيكون عندنا أبدأ الجملة بإف، العبارة الأولى بها إف، بيكون عندنا فعل بالتصريف الأول. العبارة الثانية بيكون عندنا will أو will not، will not كما نعرف نختصرها want، نحذف الأو نستبدلها ب، نعرف not إن بهالشكل هذا، الأو نستبدلها ب apostrophe بعدين تي، بس نحذف الأو تصبح want، will not هي نفسها want، وأيضا فعل بالتصريف الأول. إذا بيكون عندنا if present simple مضارع بسيط، بيكون القسم الثاني future، إذا مستقبل بسيط. will والفعل بالتصريف الأول، أو بيكون عندنا will ونحط عليها not والفعل بالتصريف الأول. لاحظ if you take a job straight after school you will not get a chance to study. إذا لاحظ F كما قلنا بيكون عندنا take، يعني فعل بالتصريف الأول. الجملة الثانية والقسم الثاني بيكون عندنا will أو will not والفعل بالتصريف الأول، إذا المستقبل. إذن كما قلنا بالمختصر F الفعل بالتصريف الأول بيكون عندنا بعدها فاصلة will أو want
والفعل بالتصريف الأول. هذا شكل الجملة. يعني إذا تأخذ عمل مباشرة بعد المدرسة، يعني بعد ما تنتهي المدرسة تروح الدوام، ثاني you will not get a chance to study، سوف لن يكون لديك فرصة لتدرس. إذن هذا شكل الجملة. كما قلنا if close بيكون عندنا if مضارع بسيط فاصلة، أيضا بيكون عندنا will أو will not، وأيضا فعل بالتصريف الأول يعني مستقبل. يعني if مضارع بسيط فاصلة مستقبل بسيط. ننتبه لهذه الملاحظة، if ممكن أن تأتي في بداية الجملة ويكون عندنا فاصلة بالمنتصف وبنهايتها أكيد يكون عندنا نقطة، أو if ممكن تأتي في الوسط ونحذف الفاصلة. نفس الجملة you will never lose weight if you don't لاحظ سوف لن تخسر أبدا وزن أو من وزنك إذا لا تتمرن أو تتدرب. إذا don't ترجمها دائما لا. إذا لاحظ استخدمنا will والفعل بالتصريف الأول. الجزء الثاني عندنا if أيضا الفعل بالتصريف الأول يعني مستقبل بسيط وعندنا مضارع بسيط. ممكن نضعف بداية الجملة نفسها if you don't exercise نضع فاصلة you will never lose weight، يعني إذا لا تتمرن سوف لن تخسر من وزنك. يعني بالمختصر ممكن نكتب if فعل بالتصريف الأول بيكون عندنا فاصلة ومستقبل بسيط، أو بيكون عندنا مستقبل بسيط وبعدين عندنا F وبعدين عندنا مضارع بسيط. دائما وأبدا انتبه بعد F نستخدم مضارع بسيط، بعد F نستخدم مضارع بسيط. يعني بالامتحانات أو عندما نتكلم لا نقول if you will، إذا if بعدها فعل بالمضارع البسيط. الجزء الثاني مستقبل بسيط، ماذا يعني مستقبل؟ يعني will والفعل بالتصريف الأول، will والفعل بالتصريف الأول. لا نكتب if بعدين will، لا نقول if will، إذن هذا خطأ. if بعد يأتي فعل مضارع بسيط. ننتبه لهذه الملاحظة، ممكن أستخدم if بعدين فعل التصريف الأول واستخدم الجزء الثاني مدل فير يعني فعل ناقص. تحدثنا فعل ناقصة مثل عندنا must can could might وهكذا. if you finish your homework you can go on Friday night، يعني إذا أنهيت واجبك يمكنك أن تذهب في ليلة الجمعة. لاحظنا قلنا نستخدم will والفعل بالتصرف الأول يعني المستقبل، ممكن بدل will أستخدم can يمكنك أو ستذهب في ليلة الجمعة. إذا انتبه if مضارع بسيط أيضا أستخدم مدل verb، إذا فعل ناقص مثل عندنا can والفعل بالتصريف الأول. أيضا انتبه لهذه الحالة، ممكن أستخدم if بعد بيكون أيضا مضارع بسيط بدل المستقبل will والفعل بالتصريف الأول أستخدم imperative. imperative يعني أمر، يعني بيكون عندنا if مضارع بسيط بعدين أمر، أمر يعني ما أستخدم فاعل. متى؟ إذا كان عندي advice، إذا كان عندي نصيحة أنصح شخص، order أمر أو request، suggestion اقتراح إذا أقترح على شخص شيء. إذن إذا كان عندي نصيحة أو أمر أو طلب أو اقتراح أستخدم if والفعل بالتصريف الأول مضارع بسيط وبعدين يكون عندنا أمر بالجزء الثاني من الجملة. مثلا عندنا الجملة الأولى if you travel by plane remember to drink a lot of water، يعني إذا تسافر بالطائرة remember لاحظ تذكر، ما استخدمنا فاعل مثل you
هي شي ات احمد محمد كذا. اذا ما استخدمنا فاعل عندئذ بيكون imperative امر، مثل open your book افتح كتابك، drink water اشرب ماء. اذا ما استخدمنا فاعل هذا نسميه امر. اذا remember تذكر to drink لتشرب a lot of water كثير من الماء. اف الفعل بالتصريف الاول لمضارع بسيط، مباشرة نستخدم الامر. كيف استخدم امر باللغة الانجليزية؟ استخدم مباشرة الفعل بالمضارع البسيط بدون فاعل. الجملة الثانية if your يعني اختصار لي you are short of time organize it better، يعني اذا انت يعني في وقت قصير او وقتك قليل organize it better نظم او نظمه افضل، يعني نظم وقتك it. لكي لا اكرر time مرتين استخدمت it. اذا هي المفروض اقول organize time better، لكن لا اكرر تايم مرتين استخدم ات، وهذه فائدة الضمائر تفيد عدم تكرار الاسم. If you're short of time اذا انت وقتك قصير نظمه افضل، اذا نظم بمعنى نظم وقتك، organize هنا جاية امر. اذا الحالة هذه اذا كان عندنا اف مضارع بسيط امر، متى اذا كان عندنا نصيحة او اقتراح نستخدم هذا الشكل او هذا النموذج. اذا بهذا الشكل تكلمنا عن first conditional if، قلنا بمعنى اذا، جملة الشرط بيكون عندنا فعل الشرط وجواب الشرط. if close الجزء الاول بيكون عندنا مضارع بسيط، الجزء الثاني قبله في فاصلة بالوسط بيكون عندنا نسميه main close بيكون عندنا future، اذا مستقبل بسيط. ممكن اضع مستقبل بسيط بالاول، اضع اف في المنتصف، ودائما وابدا كما قلنا اف ياتي بعدها مضارع بسيط، لا نكتب اف ويل، اف مضارع بسيط. ايضا ممكن استخدم حالة الامر والنصيحة كما قلنا اف والفعل بالتصريف الاول بعدين بيكون عندنا الامر. اتمنى قدمت شيء للفائدة. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة ووضع لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.